طب حضرتك قلت دلوقتي لو هو ما راحش خلال سنه هتتسحب منه الشقه. هتتسحب منه الشقه فوري على طول. فوري على طول مفيش. وهيدفع غرامات حضرتك قلتي او حاجه؟ هتتسحب منه الشقه وهيرد الدعم اللي اخده وتكاليف الدعم وغرامات اخرى، وهيعرض نفسه للحبس لانه معناه ان هو مش مستحق وما كانش محتاج هذه الشقه. تمام. طب بالنسبه لو هو اجر لحد، هل ده لو ممنوع التاجير؟ ما هو حضرتك انا زي ما بقول الشقه دي عشان واحد محتاج سكن مش لاقي حته يسكن فيها، لو هو عنده رفاهيه ان هو ياخد شقه وياجرها يبقى هو مش مستحق، ما كان واحد تاني اخدها. ممنوع التاجير. ممنوع التاجير. هو يثبت حالا ان هو مأجر. مأجر انا بروح وبطلع عينات وعملت محاضر لناس كتير وهتتسحب منهم الشقق. هيتعمل لهم محاضر كتير كتير ميات يعني. ناس بس مش الافات يعني. برضو يعني ايه ده اللي يطمئن شويه. انت منطقه اكتر اللي حصل في بدر واكتوبر، الحتت اللي مناطق صناعيه اللي هي الناس فيها ممكن يبقى في ناس محتاجه تأجر، لقيت ناس عامله تصرفات يعني.